مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. تفضلوا تفضلوا. اهلا اهلا اهلا. في البدايه اسمحوا لي اعرفكم بنفسي. مشرح، اسمي مشرح، موظف اسبق بحكومه بلدي، معاش مبكر جدا، متزوج للاسف، واعول برضه للاسف، وسيم، مهذب، كريم، لطيف، ظريف، وحاجات حلوة كتير قوي، بس ما احبش اقولها لاني ما بحبش اشكر في نفسي. والاهم من ده كله في حالي، خليكوا فاكرين في حالي. ودلوقتي اتفضلوا معايا اعرفكوا على اسرتي الكريمة. المكتوب مفيش منه هروب. الملاك اللي نايم قدام حضراتكم ده مراتي، وقدري الذي أحمد الله عليه، حمدية، واه من حمدية. النكد عندما يتجسد في امرأة، عكسي تماما، حشرية قوي، رزلة قوي، رغاية قوي، بس بنت حلال قوي وجميلة قوي قوي. ابني عوض، مش ده؟ أيوة ده، ما فيهوش أي ميزة غير إنه ابني طالب في كلية الزراعة، مش عارف ليه، لا وإيه، فاكر نفسه أحمد زويل، وزي ما حضراتكم شايفين عامل قطه غيط وبيموت في الحيوانات. مش قلتلكوا بيعتبرهم زي إخواتي؟ ولأن ربنا دايما بيلطف بعبيده إداني بعد حمدية وعوض بنتي عايدة، نور عين أبوها وحبيبته، متواضعة جدا، ثانوية عامة. أهم ميزة فيها إنها بنتي، والعيب الوحيد إنها غاوية غنى، مع إن صوتها شبه صوتي تماما. وانا اللي نايم قدامكم ده مشرح، اللي انتوا شفتوني في الصوره. والله ايه، بشخر؟ انتوا سمعتوني بشخر؟ اتقوا الله، انا شخر برضو. عموما اشوفكم الصبح عشان تشوفوا معايا يومنا عامل ازاي. تصبحوا على خير. انا شخر قال.